تقولوا زي ما تقولوا، وتتكلموا زي ما تتكلموا، وتكتبوا على الفيسبوك زي ما تكتبوا. قصدك ايه يا نهال؟ حاضر. الفلوس بتعمل كل حاجه. الفنانه الفلانيه افطر وبيفور. شفت الفلوس بتغير ازاي؟ فلانه بعد ما ربنا فتح عليها بقت كذا وكذا وكذا. كل ده ما يجيش مثقال ذره في الصحه. الصحه دي اكبر نعمه من نعم ربنا علينا، ان ما كانتش اهمهم. عارف يعني ايه تعيش بصحتك وربنا يكفيك شر الذل ويكفيك شر الالم والوجع ويكفيك شر ان انت تكبري بدري والحمل عليك يزيد بدري؟ مش بكلم الست بس، لا انا بكلمها الاول، لان دايما الوعي في الاسره بيبدا منها. بكلم الراجل كمان. الصحه دي احلى واغلى حاجه. طول ما انت على رجلك وبصحتك اللهم لك الحمد. طب لما نقصر فيها بقى ونبخل على نفسنا، ربنا زين المخلوق اللي هو الانسان ده بعقله علشان ما يسيبش نفسه في التهلكه، يعرف يرجع. الصحه بتخليكي كل حاجه حواليكي حلوه، نفسيتك من جوه حلوه. ما تخافيش، ما تقلقيش، حاجات كتير قوي بتحصل. أول ما بتزيدي في الوزن أول حاجة بتتاخد منك صحتك. ليه يعني؟ هاتي يا فلان تبقي مستنية اللي يخدمك، يبقى عندك 40 45 50 سنة، اللي هو في ناس أصلا ما ازدهرتش ونجحت غير في العمر ده. سيدنا النبي ما نزلتش عليه النبوة غير في العمر ده، وانت بتحسي ان انت شبابك بينطفي. علشان كده بقى معايا الجميله اللي انا بحبها جدا، دكتوره هبه حسام. صح يا دكتوره؟ صح طبعا. اللي انا قلته ده هبه بتشوفيه؟ ده بشوفه كتير، وهو ده اللي انا ببقى عاوزه اقوله للناس، فكويس ان انت وصلتيه عن لساني، ان الست هي اساس كل حاجه، وان انا ما ينفعش اهمل في صحتي او ما ينفعش اهمل في وزني. هقول دول 5 كيلو هيروحوا لحالهم؟ لا، ما بيروحوش بالظبط، هم بيزيدوا، بيتراكموا ويزيدوا. والصحه، الصحه ان انا ما اجريش ورا اي حاجه انا مش عارفه هي ايه، او ورا فيسبوك، او ورا اي سوشيال ميديا، او ورا اي حاجه خرافات بالظبط، وانا ما اعرفش مصدرها ايه او اساسها ايه من الصحه. وفلانه خدت ده فجمع معاها نتيجه، طب ودي بقى معانا، انت اللي خدته ده انت عارفه هو كويس ولا لا؟ ومن هنا بقى بتبدا المشاكل الصحيه ازيد من مشاكل امراض السمنه نفسها. طيب حد بيشوفني انا وانت وبيقول لك انا تعبان، ما بعرفش انام، انا بقلق وانا نايم في 8 6 ساعات 5 6 مرات، مره اروح التويليت، مره افتح الثلاجه، مره اعطش، اديني بصحى وخلاص ويرجع مره امسك الموبايل، تيجي تكلميه تلاقيه اخر ميعاد اكله الساعه 12 1 2، ما هنا هينام ازاي؟ ابسط حقوقنا ان احنا نرتاح هو محروم منها، تقولي له ايه؟ اولا ده هيبقى نتيجه الدهون الزياده الداخليه والسمنه الزياده على الجهاز التنفسي وعلى الاعضاء الداخليه وكل ده. ده في ناس كمان بتقول لك وانا رايحه الحمام بتاع الساعه 1 و2 ده انا بنهج، واوقات انا بصحى بشرق عشان مش قادر اخد نفسي. فده طبعا غلط جدا. ما هو انا لازم اعمل كنترول على الاكل، واخد عوامل خارجيه من بره تخلي ازود معدل حرق جسمي، تخليني قادره اعمل كنترول على شهيتي، اكل حاجه بسيطه، واخر الاكل يبقى في ميعاد معين، واتبع بقى نظام غذائي صحي. مش قصدي بيه نظام حرمان، لان الناس كلها بتتضايق من نظام الحرمان ونظام الدايت، بس نظام غذائي صحي اقدر اعمل بيه كنترول على نفسي وعلى شهيتي. عشان كده بقى انا جايه النهارده. يلا بينا. احنا معانا النهارده كورس، هو كورس اعشاب. اول حاجه واول معلومه
حابة ان احنا نقولها ان الكورس مصرح من وزارة الصحة، يبقى الكورس امن، انا مطمنة ان انا بدخل جسمي اعشاب طبيعية وحاجة امنة مصرحة اصلا من وزارة الصحة. دي اول معلومة. تاني حاجة معايا ان الكورس اللي معايا كله اعشاب طبيعية. اول اعشاب معانا وهي قشور السيليوم او كبسولات الاناسيليوم اللي معايا، دي كبسولات بتنزل تعمل بقى كنترول للشخص اللي بيصحى ياكل بالليل ده، تديله كده بالكي في المعدة فهتنفش في المعدة، فتديله احساس بالشبع بيوصل من 7 ل 8 وناس كمان بيوصل معاها ل 12 ساعة. فأنا شبعان، أنا معدتي مدية أوردر لدماغي إن أنا شبعان هاكل كمية صغيرة، وهو ده النظام الصحي اللي أنا أصلاً عاوز أعمله. أنا مش عاوز أحرم من الأكل أو أكل أنواع أكل معينة، أنا هاكل كل حاجة بس الفكرة في الكمية، مش في الكالوريز أو في الحاجات اللي أنا هتحرم منها. فدي أول كبسولات معايا النهاردة. تاني كبسولات معايا النهاردة اللي هي الماجيك بوكس، دي بقى اللي هي كبسولة نحت القوام والجمال، دي بقى اللي بتشيل الدهون اللي متخزنة اللي مركونة بقى لها كتير. ايوه الدهون العنيدة اللي ما بتنزلش، عارفة زي ما بيقولوا ايه، ولا بالطبل البلدي، يقول لك انا عملت كل حاجة وما بتنزلش. دي بقى بتدخل على الجسم تتارجت الدهون المعقدة دي، تحولها لدهون بسيطة وتبدأ تنزلها في اي وسيلة من وسائل الاخراج، بتنزل كده زي 3-4 كيلو اللي في اول اسبوع. طيب الماجيك بوكس ده مكون من الجراسينيا والياف المانجو الافريقي والتفاح الاخضر والقهوة الخضراء، وكلها اعشاب طبيعية ومليانة كمان مضادات اكسدة عشان امنع احساس الخمول واحساس الهزلان وتساقط الشعر وشحوب البشرة. دايما الناس اللي بتعمل دايت او بتاخد ادوية دايت تقول لك انا وشي تعبان، انا لما حد بيبص في وشي بيقول لي انت وشك خاسس قوي وتعبان، انت كويسه؟ وفي ناس كتير بتكسل تعمل دايت عشان النقطه دي بالذات. فاحنا حطينا مضادات اكسده كتير عشان نمنع البوينت دي. ثالث كبسولات معايا وهي الفينيل، ودي بقى المسؤوله عن ثبات الوزن. يعني انا سديت شهيتي ونزلت حوالي 10 20 كيلو، رسمت شكل جسمي، اعدي بقى على المواسم كلها وانا وزني لسه ثابت زي ما هو. دي وظيفه الكبسولات الثالثه او الاعشاب الثالثه اللي معايا، وبيبقى تقريبا 70% منها قهوه خضراء. طبعا احنا كلنا عارفين القهوه الخضراء بتزود معدل حرق الجسم ازاي، ومفيده للادراك وللنوم بشكل صحي والانتباه، وبتحسن وظائف الجسم كله. فدي الكبسولات اللي معايا النهارده. حلوه قوي. في موضوع صعب كده يا هبه بس انا هتكلم فيه معاكي. يلا بينا. يعني تبقى بنت عروسه كده بس هي مليانه، او ولد شاب يعني خلاص على هيبلغ بقى ولكنه مليان، يناموا يجيلهم كوابيس توصل ان هو ممكن يعمل حمام على تويلت على نفسه. الامر ده بيخوف كل ام واب، لكن ما ينفعش يقف مكانه، فبيجروا شمال ويمين ما يلاقوش، يروح بقى لدكتور مثانه مسالك بوليه مش عارف ايه، يلاقوا ان الفكره في الاخر هم مش واخدين بالهم ان هي سمنه. بالظبط، من مرض السمنه، وممكن يكون كمان الكوابيس وقلة النوم والأرق، وده كله من التنمر. أنا يعني ما بتجاهلش تماما حتة لما طفل يبقى جاي لي عنده مرض سمنة، التنمر من أصحابه في المدرسة وفي النادي، ومن كتر رعبه يا عيني ممكن يعمل تويلت على نفسه. ده غير طبعا أمراض السمنة، إن في دهون على الكبد، دهون على الكلى، المشاكل اللي بتحصل دي كلها، فده طبعا ممكن يسبب ده كله. اي ام بقى بتتفرج علينا دورها انها تركز في حجم الاكل اللي بتديه للطفل، وانها تديله حاجه يعني عامل خارجي. عشان كده الاعشاب اللي معانا النهارده دي هي ينفع الاطفال ياخدوها من سن 11 12 سنه لغايه كبار السن. اجي اقول لها يلا نخرج ما ترضاش، مش خارجه يا ماما. يلا يا بنتي رايحين عند خالك، مش عايزه انزل. تعالى يا ابني معانا، انا هقعد في البيت لوحدي. في سن ما ينفعش نسيب ولادنا لوحدهم برضو يا جماعة، ده بينشكل أخلاقياتهم وعلاقاتهم وسلوكياتهم. حتى لو مش هيلعب في الأنبوبة، مش هيعرف يشغل البوتاجاز، ما بيجيش ناحية السخان، لا مش ده الأمان، بس هو لازم نخلق شخصيته مش جاي مش نازلة وانغلاق. وبصي هو ممكن اول ما مامته تمشي يتصل يجيب اوردر من بره، هو كده برنس في نفسه اكل. ينفع معادل الكبسوله اللي انت الماجيك بوكس النهارده؟ حلو قوي، هو ينفع جدا. ليه؟ لان انا حتى لو هضطر اسيبهم او هم عنده معايا، انا هبقى واخده كبسوله ماليه المعده، فهي هتعرف تتعامل معايا. يعني خلاص انا مطمنه ان الكبسوله سدت 3/4 معدته،
فالربع اللي فاضل حتى لو طلب اوردر او كل من البيت وانا مش موجوده، هو هياكل كميه صغيره، مش هياكل كميه كبيره باللي هي هتزوده او هتزود مشكله السمنه عنده. فطبعا الكورس طبعا معانا هيعالج المشكله دي جدا، سواء كبسولات الاناستيليوم اللي بتسد الشهيه، او كبسولات الماجيك بوكس اللي بتنحت شكل الجسم وبتفتت الدهون، او البنين اللي بيزود معدل حرق الجسم. طب يلا بينا، عايزين عروض. يلا بينا. الاول الناس بقى توصل لنا ازاي؟ عن طريق الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه، او عن طريق صفحاتنا وان دايت في 100 وهديه. ايوه، ما ده اول عرض بقى معانا. حلوه جدا. اول عرض معانا ده عرض الشهر ده عليه خصم 40%، ده مكون من كبسولات الاناستيليوم ومعاها كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده مكون من كبسولات الاناستيليوم والماجيك بوكس، وده عليه خصم 50% ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، وده عليه خصم 70% مكون من الاناستيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. وطبعا المتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص، والشحن مجاني لجميع المحافظات. آمن على كل الأعمار، بنت وولد، بنتكلم من أول كام سنة؟ من أول 11 و12 سنة لغاية بقى 70-80، بسم الله ما شاء الله وإحنا طالعين كده. وآمن على جميع الأمراض، ضغط، سكر، غدة درقية، مشاكل القولون. بالعكس ده هو كمان بيعالج مشاكل القولون، وبيعالج ناس كتير من اللي عندها مرض السكر من النوع التاني ومقاومة الأنسولين. في ناس كتير قوي لما بتخس بتبدأ الأمراض دي تختفي من عندها. بنبقى قاعدين كده في شغل أو قاعدين في فرح، وإحنا كلنا كشعب مصري بنتفنن في ان احنا لما بيبقى عندنا فرح نلبس احلى حاجه. اللي ما عندوش في الدولاب بننزل وناخد فلوس من رب الاسره ونروح نشتري احلى حاجه. وتدخلي فرح شعبي بقى، ولا فرح في اوتيل على النيل، ولا فرح في المنصوره ولا طنطا، تلاقي كل البنات بسم الله ما شاء الله، والستات بسم الله ما شاء الله، وكله عامل مجهود ولابس حلو. حلو. بتيجي تظهر واحده كده تطلع لط في الفرح. مش اللي هي حلوة طول عمرها، لأن احنا عارفين يا طول عمرها واخدة بالها كده يعني، لكن بتظهر اللي عملت مجهود وحلوت، تلاقيها كده بسم الله ما شاء الله كل الناس بتتكلم عليها، ونقوم نبارك لها ونهنيها، ولما نروح ما ننسهاش، شفت فلانة بنت طنط سناء بسم الله ما شاء الله جابت ولادها التلاتة وكده، عملت دايت ووشها بقى قمر ولفت طرحه وشكلها مش عارف ايه، ولا فارده شعرها وعامله ليس وشكلها ايه. ده حلو، دي قصه نجاح انا بعيش فيها لما ببقى معزومه في افراح قرايبي واهلي وناسي واصدقائي، وبعتبرها قصه نجاح فعلا. بحترم قوي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها. اكيد طبعا جدا. بعدها على طول يا دكتور هبه تلاقي جوزها خس، ولو عندها بنت اتنين خسوا. هنروح بعيد ليه؟ فنان احمد زاهر بسم الله ما شاء الله على بنيته، بالظبط، جمال وحلاوه، هم كلهم فعلا خسوا. الاب خس الاول، الزوجه خست مع جوزها، وبعد كده البنات، البنتين بسم الله ما شاء الله بقوا زي القمر. قيسي بقى المثال ده في كل حياتنا، تلاقيهم بقى عندهم رشد في الاكل والشرب، ثقافة غذائية، أيوة، نظام صحي بدأوا يتبعوه كلهم، وبقوا يعرفوا يعملوا وينجحوا. بالظبط. بس ليه بقى؟ عشان كلهم عملوا مع بعض. كان في تشجيع. بالظبط، كان في تشجيع من كله، يعني الست البيت اللي قاعده عملت وشجعت الراجل هي اللي عملت. خلينا نقول ان الست لما بتنوي تعمل حاجه بتعملها. صح، زي ما انت قلتي اللي لمعت في الفرح. أيوة. هي الست. صح. فهي نويت انها تخس، هي نويت انها تطلع بالشكل ده عشان الناس كلها تقول قد ايه هي اتغيرت. فهي دي البوينت، ان الست هي اساس كل حاجه، فليه اقعد استنى ان انا يبقى شكلي مش حلو او تخينه؟ لا، انا اتحمس، ودلوقتي الموضوع بقى سهل، الموضوع ما بقاش صعب خالص. فلا، اتحمس واخلي شكلي حلو، واخلي الناس كلها تتكلم عن الانجازات وعن شكلي قد ايه. صح. كويس وصحي وخسيت واخده بالي من نفسي، وفعلا السمنه بتعجز، انما الناس اللي بتخس مش باين عليها السن. بالظبط. يا ميرنا مساء الخير. مساء النور يا استاذه نيال، الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا روح قلبي. وحسينا يا حبيبتي، وحسنا فقراتك الجميله كنا مفتقدينها جدا يا حبيبتي، انتوا الناس اللي بحبها. قولي لي يا ميرنا، قصتك قصه حاجه فيها نجاح، ولا بتسالي عن ان انت عايزه تنجحي؟
نجاح نجاح ما شاء الله. بصي ايه الحلاوه دي؟ طب حلو ده، اخبار حلوه. بكلمك عشان اقول لك ان الكورس ده بجد يعني مش عايزه اقول لك انه سحر بامانه، يعني لا فرق معايا جامد جدا. فرق ازاي بقى؟ احكي لي. هقول لك، انا مريضه قولون عصبي تمام، كان دايما عندي انتفاخات وموضوع بطني شكلها مش حلو، وحاولت اعمل دايت كتير ما كانش بيجيب معايا نتيجه. فطبعا لجأت الموضوع ان انا اجرب الكورس ده، تواصلت مع الفريق الطبي طبعا، انا متابعاكي من زمان ومتابعه الكورس معاكي، فتواصلت معاهم لقيت بصراحه ان الموضوع سهل جدا، جالي على طول التوصيل مجانا، المتابعه على طول من الدكاتره، فريق الدكاتره دايما بيتابعني. خسيتي كام كيلو؟ مش هتصدقي. يلا انا جاهزه. احنا مستعدين للمفاجاه. 20 كيلو في شهر ونص. ما شاء الله تبارك الله. يعني بصي دي حاجه كانت من رابع المستحيلات انها تحصل معايا، بلس ان انا كان عندي مشكله دايما لما باجي اخس بطني بيحصل فيها زي نغزات كده، فلما اخدت الكريم اللي جاي هديه مع الكورس لا فرق معايا كتير جدا. لا لا بامانه انا بنصح بيه اي حد، هيفرق جامد، هيدي ثقه بالناس. الاول كنت بتعب، دلوقتي ما فيش، كنت دايما مودي وحش، دلوقتي لا خالص مش حاسه باي حاجه. طب يلا جهزي بقى الدكتوره هبه تسالك سؤال. اتفضلي. قولي لي يا ميرنا، احنا حرمناكي من اي نوع من انواع الاكل؟ لان في ناس كتير قوي بتخاف انها تعمل دايت عشان الحرمان. لا انتوا ماشيين بشهر كل وهتخس يعني الله. سبحان الله. بس ده اهم سؤال، لان بيجي لنا كتير قوي ناس كتير تقول لك انا مش عاوزه اعمل دايت، انا مش عاوزه اتحرم من الاكل، انا نقطه ضعفي الاكل، فدي اهم حاجه. وفي ناس تعبت حرمان. مبروك عليكي حياتك الجديده يا ميرنا، مكمله ويلا، واكيد اكيد ان شاء الله باذن الله تبقي دايما حلوه في عين نفسك وقادره في عين نفسك. التشالنج للست او البنت او الولد او الراجل بياخده مع نفسه بيبقى بيديله باور. الراجل بيشوف مراته ساعتها ايه، دي فظيعه، دي تقدر تعمل كل حاجه. طب ما تيجي تتعشى معانا، الحمد لله انا شبعانه، تمد ايدها تاخد مثلا اي زبديه اي خيارتين وطماطمتين، هي تمام، هي عندها حاجة عايزة توصل لها. ايه الشطارة دي؟ هي بحترم الست دي جدا جدا، وعايزة اقول لك كل الستات فعلا بيبقى عندها إرادة كده. صح، هي عايزة تخلق لنفسها وجود بنجاح. بالظبط. يلا افطر وبيفور. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ 110 بقى 80 كيلو، خس 30 كيلو في 3 شهور. 3 شهور. ايه الجمال والحلاوة دي؟ كم سنه ده بقى؟ قال لك السن بيفرق. 27 طبعا. السن بيفرق عشان معدل حرق الجسم، وبيفرق في طبيعه النزول. بس لا طبعا بصي، يعني بصي السمنه الموضعيه. بصي هنا بقى تجربته بتتكلم عن نفسها. هنا مش تحدي بس، هنا جمال وحلاوه فعلا. ايوه. وشياكه. اما بشوف الشخصيات دي ما بشوفهاش من بره بس، اقري من جوه. بيتغير الثقه بالنفس بتزيد بطريقه انت مش متخيلاها. بصي الوقفه، يعني بصي بقى، يعني بصي فرق التصوير 85 هنا 85 كيلو، فرق التصوير هنا بقت 65 كيلو، 20 كيلو في شهر، شهري 10 كيلو في الشهر. اه بسم الله ما شاء الله، تلاقي حلوت. انا ببقى نفسي قوي اشوف وشهم. 90 كيلو بقى 65 كيلو، لا فرق السماء والارض. انا بس عاوزاكي تبصي على التسدي، وتبصي على الدهون اللي متراكمه في منطقه البطن كلها. اه بالظبط. بصي يعني معظم الرجال عندهم كده. حبيبتي يا دكتوره ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا، انا كنت 89 بقيت 79 ومبسوطه جدا. الله، ان شاء الله نكمل ونثبت ان شاء الله. هبعت لك نظام كويس، انتوا بتتابعوا مع الناس بانظمه بتدريب. بالظبط، دي بقى ورقمة. وظيفه المتابعه المجانيه من فريق طبي. حد اتواصل معاكم بقى؟ ايه بقى قال لك انا لخبطت؟ ده كتير. الله، ده كتير. وبينسوا التابلتس مش بياخدوها، وبنسافر وبننزل نخرج مع اصحابنا وناكل جانك فود وبننسى. فبنرجع بقى نلتزم يومين ثلاثه بدايت كده، وبعد كده نكمل كورس عادي. صباح الخير، النهارده اليوم الفري ليا، نظام الاكل يكون ازاي؟ وبكره كده بدايه الاسبوع الثاني، اكلي هيبقى ازاي؟ الحمد لله انا بقيت 77، نزلت 5 كيلو ووزنت في اسبوع. الحمد لله انا فرحانه قوي والله. اه طبعا فرحانه قوي. انت مش بس تبقي فرحانه، انت تفخري بنفسك. اه طبعا. تحدي، اوعوا تستهزوا بتحدي السمنه، او انك تقدر تقول لنفسك انا زدت. ده تحدي مهم جدا. لو شغلك ما فيهوش حركه تقدر تغير نفسك،
ساعات بنشوف الراجل كده ايه، انا واحد اديله 30 وهو عمره 40 سنه بس هو ما شاء الله عليه. خسيت برضو 5 كيلو في الاسبوع الحمد لله، كده 10 كيلو في اسبوعين بجد والله شكرا. طيب الحمد لله والله العظيم انا باكل كل حاجه بس مش بقدر اكل بكميه كبيره زي الاول، ده المهم. ايوه دي المسج، لان انا هعدي على كل المواسم وهاكل كل حاجه بس بكميه صغيره عشان احافظ على نفسي. طبعا انا خلصنا من حلاوه المولد بيبقى موسم برضو بس في انا اعرف ناس خدوا حاجه بسيطه جدا يا هبه من كده هي نص قطعه وقال الحمد لله وعاملين وكملوا دايت. ايوه بالظبط كده. وبعدين احنا داخلين على موسم الشتاء بقى والاكل الكتير، دي البيج بتاعتهم وان دايت دايت لايف، ده كورس الانسيليوم وان دايت. العالم بيتطور والدنيا بتجري، المكان صعب، بلاش تبقي الشخص اللي مش منور فيه، بلاش تبقى الشخص اللي مش حلو فيه. احنا ربنا جميل بيحب الجمال، اهتمامك بنفسك مش لان انت ست تافهه ولا ان انت يعني ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتعمليه ده، لا ده معناه انك ست فاهمه وعارفه اللي ليكي واللي عليكي. مفيش راجل ما بيحبش مراته منوره، يدخل كده يلاقي حاجه حلوه. ست عندها وعي وفكر، ده مهم، مش اكل في شر على لب على شبق على بتاع مش لا ده ليه وقته. ماشي، وانت جاي هات لنا كذا، وانت جاي تجيب لنا كذا، وانت جاي احنا عاملين كرومب بكره، ماشي، لكن اوعى انت تنزلقي في ده. العرض تاني وعايزاكي تحمسي الناس. اوكي، اول عرض معانا ده عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الانستيليوم، ده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو في الشهر. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين عليه خصم 50% ده مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس للناس اللي عاوزه تنزل 10 20 كيلو في الشهر ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور عليهم خصم 70% مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا المتابعة مجانية من فريق طبي متخصص، ودي أهم حاجة، والشحن مجاني لجميع المحافظات. كل البنات المقبلة على زواج اوعى تكون البنت المنعكشة، البنت اللي ما عندهاش حاجة، يعني تدخلي الليفينج بعد الساعة 9 10 تلاقي بقى ما عرفش عيش فين وفين، جبنا مثلثات منين، اكياس بتاع في ايه، ال 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 الكوت في الموضوع ان يعني تلاقيش مكان تقعدي عليه، قاعده قدام التلفزيون ومأنتخه. لا، معنى انك اتجوزتي انك بداتي تبقي مسؤوله مسؤوليه حقيقيه، شريكك بيقيمك في كل لحظه، هيشاركك مره في البهرجه دي لكن مش هيشاركك تاني، هيشاركك شهر اتنين تلاتة ممكن يفوق قبلك ويبقى شكلك وحش. اوعي حالتك النفسية في ان انت مش في شكلك بس، مش هتكلم عن القراية وعن الثقافة، انا مش هتكلم عن ده رغم ان ده مهم جدا جدا، ده غذاء فكرك وعقلك وروحك، ولكن دايما خليك انت اللي بتبتدي، انت جرس الانذار، انت بطلة الحدوتة. حد بيشوفني يقول لك انا بقى من اللي بيقعدوا في الليفنج دول ينهال وما بعرفش اعمل دايت، ما بعرفش امسك نفسي عن الاكل، وما اتجوزت بقيت كده وطول الحمل انا باكل وبعد الحمل انا باكل عشان الرضاعه. فاسلم حل ان احنا ناخد الاعشاب، هي الاعشاب هي اللي هتعمل كنترول على حجم المعده، يعني احنا معدتنا كامله، الاعشاب مجرد ما ناخدها ثلاث ارباع من المعده خلاص هو بيتملي، فانا سايبه ربع واحد، فهقدر اكل كل العناصر الغذائيه اللي انا عاوزاها وكل الوجبه بتاعتي المتكامله حتى لو انا بلخبط في الاكل، بس في نفس الوقت انا هاكل وهخس، يعني هاكل كميه صغيره وهاكل اللي نفسي فيه حتى لو الكالوريز بتاعته كبيره. يعني في الستات المرضعات بياكلوا حلاوه، بياكلوا حاجات فيها كالوريز كتير بس بكميه معينه،
فدي وظيفه طبعا الكبسولات اللي معايا النهارده. عايزه نسمع العروض والهدايا بقى. يلا بينا. احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الانستيليوم، عليهم كبسولات الانستيليوم عليها كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. ثالث عرض معانا عرض الثلاث شهور ده عليه خصم 70% مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا المتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص والشحن مجاني. المتابعه بتبقى صعبه يعني يعني بيبقى تقيل على قلبهم ان هم يتابعوا؟ لا خالص. بالعكس، الناس احنا بنتصاحب زي ما انت شفتي كده الريفيوهات، فبنبقى اللي هم مستنيين ان احنا اللي نكلمهم كل اسبوع، وفي ناس متحمسه تقول لك انا يلا عاوزه نظام غذائي الاسبوع ده من كتر ما هي فرحانه بالخمسه او السته كيلو اللي هي نزلتهم، انا عاوزه دايت بقى. فاديني دايت عشان انا عاوزه انزل اسرع. احنا المفروض الكورس بيخسس من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع ومن 10 ل 15 كيلو في الشهر. حد يجي مثلا فات عليه شهر ما خسش؟ لا خالص، ما حصلتش ولا اسبوع حتى. يعني احنا الارقام بتكبر ولا اسبوع حتى. بالظبط، يعني انا بسالها في شهر قالت لي ولا اسبوع حتى. الارقام بتزيد، يعني لو اول اسبوع 3 كيلو ثاني اسبوع بيبقى 4 و5 وهكذا بقى لغايه ما نوصل للتارجت ويت بتاعنا. ما بتقلقنيش علامات تقدم السن قد ما بيقلقني الجسم. يعني ايه يا نهال؟ هقول في ستات لما يطلع تجاعيده هنا ولا تجاعيده هنا تجري تروح للدكتور، تجري تجيب كريم مش عارف ايه. انا من الناس اللي ده ما بيقلقنيش، لان ده الزمن اللي انا عشته، بؤمن ان دي التجارب اللي انا ضحكت فيها والتجارب اللي اتألمت فيها وتعابير وشي دي سنيني اللي عشتها. بيفرق معايا جدا الست اللي دخلت 40 سنه وهي سمارت وومن فت، اكتر ما بيفرق معايا اللي هي شاده وشها ومش ومليانه. لا طبعا، لا مش ده خالص. بيفرق معايا الست اللي هي 45 سنه ولابسه لبسها ومن وهي عندها 30 سنه. هنا الزمن ما عملهاش معاها، هنا التحدي اللي بجد. ما تجملوش نفسكوا في حاجات مش مستاهله. انا بشوفها كده. كل علامه في وشك انتصارك وحياتك وسنينك لما بيجي راجل يقف تبقى قرطه مخططه، ده الشقى والتحدي والسنين وكل جنيه كسبته وكل مكانه اجتماعيه وصلت لها. اللي مش مقبول الكرش يبقى عالي قوي كده. لا اوعى. بتشوفي ده معايا؟ طبعا. وعشان كده قلت لك الرجاله اكتر مشكله بتقابلهم زي ما شفنا الصور هو الكرش. فما ينفعش كده، لا خالص، لازم نخلي بالنا من شكلنا عشان خاطر مراتك واولادك وصحتك. بالظبط. بيبقوا شباب صغيرين جدا وتلاقيهم داخلين عندهم دهون ثلاثيه ومش عارف ايه، على انزيمات عاليه على الكبد وكوليسترول ايه يا جماعه، وحصوه ما اعرفش فين في الحالب وحصوتين كل في ده عشان تجمع لا في تغذيه محترمه ولا في شرب ميه بشكل جيد. ايه يا جماعه؟ وعشان تجمع الدهون في منطقه البطن. طب انا ليه اسكت لما ابقى كده؟ انا دايما بقول للرجاله اللي بتتابع معانا، لما الاقي حزام البنطلون اتغير درجه درجتين ابدا اقلق، ابدا افكر انا ايه اللي بيحصل في بطني، ليه بتزيد، ليه بغير الحزام، فابدا افوق لنفسي قبل ما يبقى كرش كبير وخلاص بقى كسل انزله. في ناس بتبذل مجهود كبير قوي اما بيعملوا صوره يعملوا فلتر وإدت، ولو إدت برافو عليكي، وتصوروا بشكل معين حتى لو صوره عائليه، سكريات بينك وبين جوزك وده مهم. لو جوزك ما بيحبش التصوير اجبريه تصور، لان قدام دي الحاجات اللي هتشوفوها وتفتكروا بيها ايامكم الحلوه دي. لو مراتك ما تحبش التصوير، لا قومي لازم تصوري معايا انا والولاد، اخلقوا لروحكم ذكريات. فيا سلام لو بقى ذكريات بشكل حلو. بعد كام سنه شفت انا خسيت 9 كيلو، شوف سنه 2020 انا كنت املى من دلوقتي، لا انا كنت ارفع من دلوقتي، انا هرجع تاني. دي اللي بتعمله الذكريات. في حد مش بيساعد شريكه، هي مثلا يمسك الموبايل يقول لك شفت الفنانه فلانيه، تغير قوي انه بيعلق لكن ما عندهاش
همه ان هي تبتدي انها تعمل زيها او جسمها يبقى زيها بالظبط. هو محدش زي حد. انا عايزه اقول حاجه، احنا بنقابل الفنانين دول ما بنلاقيهمش زي ما انتوا بتشوفوهم يعني. بني ادمين زينا جدا، بياكلوا عادي بياكلوا والله كل حاجه بالظبط، بس هما بيعملوا مجهود تاني خالص. لا وبيبقوا دايما واخدين بالهم، لما بيزيدوا بيبقوا حريصين قوي ان هما ينزلوا. صح، الله الكلمه دي حلوه قوي. ناخد البيج مره تانية، دي بيج بتاعتهم وان دايت دايت لايف. ابعتوا لهم استفسروا عن كل حاجه وابعتوا كل اللي انتوا عايزينه. نورتيني يا دكتوره هبه. حبيبتي بورك. ويا حبيبتي يمكن كلامنا فعلا بيبقى فضفضه من القلب. دي حقيقه. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. ابعتوا لي كل استفساراتكم وكل حكاياتكم على صفحه البرنامج اللي باسم نيال طايل على الفيسبوك. كل حاجة أنا بقبلها منكم، أنا من الناس اللي بتحب جمهورها جدا وبقدركم جدا جدا. دي البيج بتاعتي على الفيسبوك ودي البيج بتاعتي على الانستجرام. وبكده أكون وصلت لنهاية حلقتي، استنوني كل يوم حد واثنين وأربعة على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.